يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل رفع الأسعار وإغلاء الأسعار يدخل في التطفيف؟ الأسعار إذا كان ارتفاعها بسبب العرض والطلب هذا ما لحد فيه دخل، الله هو المسعر. أما إذا كان ارتفاع الأسعار سببه تلاعب التجار وحيل التجار هذا باطل، يجب على ولي الأمر أن يمنع هذا ويردعهم عن هذا الشيء، وأن يلزمهم بالبيع مثل ما يبيع الناس، مثل ما يساوي السعر. نعم.